أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. استقرار في الأجواء متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة بفعل تمدد أو تأثير امتداد مرتفع جوي علينا خلال الأيام القليلة المقبلة، وأيضا مصحوب بكتلة هوائية باردة راح تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الأيام المقبلة قد تصل ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية في مدينة الكويت، لكن قد تكون دون ذلك في بعض المناطق خاصة الصحراوية والمكشوفة، ودرجات الحرارة المحسوسة قد تكون دون 10 درجات مئوية في بعض المناطق، وبالتأكيد أيضا درجات الحرارة المحسوسة راح تكون أقل من ذلك. استقرار في الأجواء مع هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، لذلك أجواء راح تكون لطيفة جدا ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات الخارجية، سواء الهوايات البرية أو كذلك البحرية، لكن نحب نأكد عليكم الالتزام بالاشتراطات الصحية في حال احتجتوا لها خلال الأيام القليلة المقبلة. أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت، أجواء لا زالت باردة وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 16 درجة مئوية، لكن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 13 درجة مئوية، وهذا بفعل تأثر البلاد بمرتفع جوي مع كتلة هوائية باردة. الرطوبة النسبية حاليا 38%، أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، هواء حاليا شمالي تصل سرعتها إلى 5 كيلومتر في الساعة. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء راح تستمر باردة، وقد تصل درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية غربا في الشقاية والسالمي 11، متوقعة في العبدلي وبقية المناطق قد تصل فيها درجات الحرارة ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة المحسوسة قد تكون أقل من المعدلات المسجلة بحول درجتين إلى 5 درجات مئوية. هواء شمالي غربي خلال هذه الليلة خفيف إلى معتدل السرعة 8 إلى 38 كيلومتر في الساعة، لكن في بداية يوم الغد قد ينشط على فترات، وقد تصل سرعة رياح ما بين 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة راح تكون دون 10 درجات مئوية في بعض المناطق خاصة الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، متوقع تصل فيها درجات الحرارة ما بين 7 درجات إلى 9 درجات مئوية، وبقية المناطق البرية قد تصل فيها درجات الحرارة ما بين 10 درجات إلى 12 درجة مئوية، وبفعل استمرار الهواء الشمالي الغربي وأيضا مع استمرار نشاطه على فترات قد تكون درجات الحرارة المسجلة أقل من المعدلات أو المحسوسة أقل من المعدلات المسجلة. منتصف يوم الغد أجواء راح تكون معتدلة تميل إلى البرودة، وقد تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 17 و19 درجة مئوية في معظم المناطق البرية، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة. لذلك في يوم الغد قد يكون هناك ارتفاع في الأمواج من حين إلى آخر 2 إلى 6 أقدام متوقع بشكل عام خلال فترة النهار وأيضا خلال فترة المساء، لذلك محبين الأنشطة البحرية واللي قاعد يخططون لأي نشاط بحري خلال يوم الغد نتمنى منكم متابعة سرعة الرياح لارتباطها بارتفاع الأمواج. أما بالنسبة للتيارات المائية في اليوم نهاية الحمل وباشر بالتأكيد بداية الفساد. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 5:14 دقيقة، شروق الشمس الساعة 6:35، وموعد أذان المغرب الساعة 5:30. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، أجواء راح تكون مستقرة بإذن الله، مشمسة، سماء صافية خالية من السحب، وأجواء لطيفة جدا خاصة لمحبين التصوير الخارجي وكذلك التصوير الجوي. درجات الحرارة حول المعدل ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية بالنسبة للعظمى، أما الصغرى المتوقعة قد تصل ما بين 10 درجات و12 درجة مئوية، لكن بالتأكيد درجات الحرارة المحسوسة راح تكون دون ذلك بدرجتين إلى 5 درجات مئوية أحيانا بفعل استمرار الهواء الشمالي غربي. في يوم الغد قد يكون نشط على فترات 12 إلى 42 كيلومتر في الساعة، من بعدها راح تبدي تتراجع تدريجيا سرعة الرياح الشمالية الغربية، وبشكل عام أجواء راح تكون لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة والهوايات الخارجية. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية، وأترككم مع هذه الجولة لدرجات الحرارة لبعض العواصم والمدن حول العالم.